جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت وانبرت تسمع البغينا. السلام عليكم. رح نحكي هلأ على طريقة لمسك البارودة وقت نحن نحطها على الرشاش. الفرق بين الإطلاق بين بالرش والإطلاق بنصف أوتوماتيكي، نقطة هامة جدا، إنه وقت أنا أطلق بالرش، بعد ما أطلقت أنا أول طلقة رح ترتد البارودة، وترتد رح تطلع الطلقة الثانية. فاللي بيصير بشكل عام اللي بيطلق بالإيد اليمين رح يلاقي إن أول طلقة بجوز إذا سددها مظبوط وتجي على الهدف، الطلقة الثانية رح تكون مرتفعة وتجي على اليمين، الطلقة اللي بعدها رح تكون مرتفعة أكثر وعلى اليمين، ورح يلاحظ الواحد إنه هيك عم تطلع الطلقة تبعه. شوفوا الفيديوهات تبعك تبع معظم الناس اللي بتلاقيهم عم يطلقوا رش، رح تلاقي إنه بعد أول طلقة عم تبلش يطلع الرشاش لفوق 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 لفوق. شو نحن الطريقة اللي لازم نساويها مشان نتغلب على هاي الأمور؟ رح نبلش أول شيء، في تشابه كتير طبعا بالفيديوهات اللي حكينا عليها مسبقا، رح نراجعها شوي. أولا طبعا أنا وقت أنا أكون واقف على 30 درجة من الهدف تبعي، أو إذا مثل ما قلنا نحن إذا الهدف تبعي الساعة 12 أنا بكون واقف على الساعة 1، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، ما بدي يكون أنا تاني رجلي بالمرة، متى ما كنت تاني رجلي صار مثل الراسورات، صرت بهز كتير، بدي إياهم جالسين تماما، شدهم تماما. بعدين أنا بدي خلي كتفي، بدي خلي جسمي منحني، وقت تكون أنا بالبارودة ممكن يكون انحنى هيك انحناء بهالطريقة ما في مشكلة، بس إذا كنت أنا بدي حاطط رشاش مثل الركوع تبع الصلاة تماما، ما هيك ما رح يمشي الحال، بدك تكون إجباري نازل هيك لتحت، بجوز يجعك ظهرك، بدك تاخذ فترة لحتى تتعود ما يقعد يجعك راسك. هي بالنسبة لوضعية جسمي. بالنسبة هلا للجورة اللي حكينا فيها من قبل، بدي حط أنا سفل البارودة هون. معظم الشباب اللي عم يقولوا لنا انه عم يكون انه عم يرتاح انه يحطها على العضله تبعه هون، او عم يحطها على العضله هون، ولو انت ببالك انه هي مرتاح، بس عمليا هي ما لها قرنه منيحه وراح تضل عم تلق البارودة وما عم تقدر تكون متملكه. لازم انت تحطها بالجوره اللي عندك هون بين الكتف، بهي بين العظام هون. بدي احطها انا هون وتلزق هون، رح توجعك، بجوز تورم اول فتره، بتعد لك بعد 4-5 ايام رح تتدرب وتلاقيها انه فعلا ممتازه، بتقول الله يجزيكم الخير اللي نبهتوني على هالقصة. معلش في بس ملاحظه صغيره، كان كل الناس حتى يلاقوها، هي جوره بتعرفوا انه هون في عظم الكتف، هون في عظمه هيك مثل الحلقه بتكون عند الكتف، فتقريبا باخرها لتحت شوي، لانه اذا عليتها فوق شوي بتلاقي الباروده عم تسحط لوين، عم تسحط هيك لورا، انت ما بدك اياها تسحط، بدك اياها تنزل. فشفتوا الحلقه اللي حول الرقبه تقريبا عند القاعده تبعها باتجاه الاسفل. النقطه الثانيه، بدي اتاكد انا انه الاخمص الخشب جاي على خدي، اذا كان عندي انا اخمص طي بدل البارودة أو بركب لها أخمص خشب، أو إذا ما عندي خيار تاني بدي لف لها مثلا شي خرق، شي شغلة، شي بشكير، حط لها إياه، سمك لها إياه، وبعدين لزقه مشان أقدر أحط خدي عليها. هلا أنا واقف هيك بهي الطريقة، بدنا نحكي هلا على الإيد تبعي. في ناس بتحب تمسك من هون من المخزن، ما في مانع، أو يفضل أنت إنه تحط إيدك من هون. وتحط انت ايدك من هون، ما بدك هيك تعصرها، تخيل كانك انت وقت تمسك مثلا مثلا مثل بندوراي، ما بدك تعصرها انت تمعسها كلها بايدك، نفس الوقت ما بدك تخليها تهر. ايدك واقفه هون مثل كانك انت حاططها على سيبه، حاططها على كيس رمل، حاططها على اي شيء ثابته. متى ما انت مسكتها هيك وعصيتها هيك باللا شعور وتنتور البارودة، انت يا رح تحرفها يا يمين يا شمال، ما في داعي هي تمسك من هون. ليش ما في داعي؟ لانه انا هون قعدت بالجوره، الايد تبعي اللي هون عم تشدها على كتفي، وقت شدتها على كتفي انلحمت البارودي، انلحمت بجسمي، وجسمي انا حطيت كل الوزن تبعي كلياته لقدام. فهيك انا هلا عم بطلع بهالطريقه هيك، كل الوزن تبع جسمي قاعد وراها، صار مثل المدفع اللي ثابت تماما على قاعدتين. كل ما كنت انا اطول كل ما لازم اتني اكثر، كل ما كنت أسمن وأعلى رح تكون الوزن مرتفع، بدك توطي أكثر. إذا كان الواحد مثلا قصير مثلا وسمين رح يلاقي إنه مثلا ممكن يتني هيك شوي يكفيه، أما إذا واحد كان طويل إجباري ممكن يضطر ينزل لهالدرجة هي. أفضل شيء تستعمل الرشاش من 15 متر وأقرب، متى ما طلعت أنت برات ال 15 متر رح يكون ارتجاج البارودة، مهما عملت رح يكون الارتجاج رح يسبب إنه النقطة الثانية تطلع برات الهدف تبعك.
إذا أنت عم تضرب على شخص رح تضرب أول طلقة، إذا كنت على بعد أكثر من 15 متر أول طلقة بتجي عليه، الطلقة الثانية غالباً رح تلاقيها تجي برا. فبعد ال 15 متر ما بتستعمل الرشاش أنت إلا للتغطية، أو مثلاً هاجمين عليك الجنود بدك تخليهم مثلاً مثل يخففوا أو يرجعوا يتخبوا مشان أنت مثلاً تقدر تتحرك. غير هيك إذا فعلاً بدك تصوب وتقتل ما فيك تستعمل أنت الرشاش، بتقلب على شو؟ على نص أوتوماتيك بعد ال 15 متر. الرشاش مفيد جداً عند الاقتحامات بالأبنية لأنه بيكون كلات المسافات قليلة. وقت نكون احنا الاهداف تبعنا ممكن تفتح مثلا باب اوضه تلاقي واحد قدامك، ما بدك تكون ماسك هيك وعامل هيك، مو شيء عملي. اللي رح نساويه نحن رح نضبه نحن تحت باطنه، في حال اذا واحد طلع مثلا هجم علي مثلا او طلع هيك على من طرف يعني ما رح يقدر يخلصني البارودة. ليش؟ انه انا ماسكها وضببها هيك، اما متى ما كانت هيك بسهوله ممكن يا يحرفها يا اما يسرق لي اياها ياخذ لي اياها. فانا رح اضبها هيك، كمان وقت ضبيتها أنا قصرت المسافة بين الراس تبعها وبين جسمي، قربتك علي أكتر. إذا أنا بستعمل بارودة قصيرة جوات الاقتحامات بيكون أفضل، مثلاً تبع 10-11 إنش بيعتبروها هي مثالية. في ملاحظة بنشوف كتير الشباب اللي مثلاً ماسكينها هيك البارودة مثلاً هنا عم يطلقوا بتلاقيه عم تنتر البارودة معه هيك كأنه هو عم يتفشها هيك ويعملها هيك. فهذا ليش بتصير هي الواحد معه؟ لأنه أولاً ما له حاططة بالجورة، بجوز إيديه تكون مفرودة هيك، أنا بدي ضبن إيدي هيك لتحت وبهالطريقة أنا بشدة أكتر، صارت هي شو؟ صارت شقفة مني، ما عاد تنتر هيك لقدام. بعدين أنا دائماً الأصبع تبعي رح يكون على الزناد بطريقة خفيفة، ما رح نعصره عصر نروحه بالآخير، رح يكون بس أنا آخذ بس رح آخذ أنا الرخوة وأطلق. بعدين دغري بقيم. ننتبه شغلة ناحية كمان على الرشاش ما بتضرب أكتر من رصاصتين بنفس الوقت، رصاصتين. هي بعد كل الدراسات اللي ساووها لو إنه واحد وقت يضل كابس إيده على الرشاش بالبندقية ما لفعالي بالمرة، عم يصرف المصاري على الفاضي تماما. طلقتين انكترت ثلاث طلقات بتوقف، بعدين بتشوف تستنى شوي لتشوف الهدف تبعك، بعدين ممكن تلحقه طلقتين أو ثلاث طلقات تانية. لاحظتوا هلا كيف انا وقت اطلقت مع انه انا انحنيت رجعت بعد كم اطلاق رجعت انا لورا. ليش رجعت لورا؟ لانه انا كان وزني وين محطوط على كعابي، كان وزني هيك صار، فلحالي رح اقلب، ما بدي انه على بوزه الرجل ولا بدي اياه على الكعب، بدي اياه يكون متنصف الوزن. بنفس الوقت انا باعتبار انا مايل عن الهدف، ما بدي يكون الوزن تبعي لقدام باتجاه الهدف، الوزن تبعي كمان مايل باتجاه ساعه واحده بهالطريقه. بعدين انا بنزل، لاحظوا ما مو لقدام بشكل انا اوقع ولا لورا بشكل انه انا اقلب لقدام، رح يكون وزني تماما بالنص. انا بنزل هيك، فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردوا.